ايه المؤامره دي بقى اللي بيتكلم عنها الدكتور الصيفي؟ المؤامره ان الدول والمؤسسات الماليه العالميه فتحوا لنا باب الاقتراض على مصراعيه على الاخر وعلى الاخر ولمده كام سنه، وهم عارفين وشرطين على السيسي يعمل ايه بالفلوس. قالوا الفلوس ما تتحطش في مصانع ولا حاجه بتنتج. وبعد ما تورطنا راحوا قافلين الحنفيه بتاعت الاقتراض، وقال لك علشان تقترض تاني، ما انت محتاج تسدد عليك فوائد واقساط، لازم تعمل ثلاث حاجات. ده شروطنا، دي شروطنا: تعوم الجنيه، تعوم الجنيه، تطلع الجيش من الاقتصاد، والاخطر بقى انك تبيع اصول الدوله المصريه عشان تقدر تسدد فلوس الديون اللي عليك القديمه. فالدكتور الصيفي هنا بيقول لك هم زقونا زق على بيع الاصول، وطبعا اي حد يبيع وهو محتاج بيبيع بالخساره، لازم يخسر لان محدش هيسمي عليك، ده هم اصلا وصلوك لكده علشان تبيع بخساره. تتخيل يعني ان هم بعد كده هيرحموك؟ مش منطق. بالتالي البيع شغال، وعندنا كلام دلوقتي انهم عايزين يخلوهم مش 40 شركه، عايزين يبيعوا 40 شركه مش 34 ولا 38. وبداوا دلوقتي يعرضوا حاجات تانية زي مثلا بنك الصادرات، واخد بال حضرتك؟ بنك الصادرات دلوقتي بيدللوا عليه، وادي مصر بتبحث عن بيع الامل للبلاستيك، والامارات داخله دلوقتي عايزه تشتري مقر الحزب الوطني اللي على النيل في قلب القاهره، محطه بني سويف لقولها هي كمان مشتري، المحطه اللي استلفنا علشان نعملها دلوقتي بتاعت الكهرباء دلوقتي هم هيلاقولها مشتري، والمشتري بيقول لنا اطلعوا انتوا من الموضوع خالص، انا هاخد المحطه واتفاهم مع الديانه مني ليهم. ده المشهد الاقتصادي يا جماعه. شوف احنا بدانا الحوار الوطني ليه وكنا فين ووصلنا دلوقتي لايه وبقينا فين، وكاننا او كانهم احنا ما عملناش حاجه، وكانهم عملوا الحوار الوطني مخصوص علشان نطلع بتوافق وطني على بيع البلد، ويبقى السيسي الشريف النظيف الامين ما باعش حاجه، واللي باع اللي قاعدين في الحوار الوطني، ويبقى الكل ملوث وايده عليها دم مصر. ايه رايك؟ يبقى الكل شركاء في الجريمه. السيسي بعد ما ورط الجيش والشرطه وبعد ما ورط القضاء، دلوقتي كمان بيورط كل السياسيين اللي قبلوا يقعدوا معاه او مع من يمثلوا في الحوار الوطني.